حياكم مشاهدينا في نهاية فقرة سوالف لهذا اليوم. محمد أنا اللي ببدأ. فيك نرجس؟ نرجس فيك. أنا اللي أبغى أبدأ. خلينا شوي. تبي تبدين وتبي تمثيل. تمثلوني يا عيال. عاد قبل شوي كنا عند ناصر القصبي يعني نجم الكوميديا شكله أعدانا شوي بالكوميديا. الجو واضح جو تمثيل. لكن اليوم حلقة سوالف حلقة استثنائية. خلوني أنا أبدأ وأقول لكم حاجة. قولي يلا. صراحة انبسطنا في مسرحية أبو راكان، كانت حاجة مختلفة ومميزة. في اللي أحلى ما فيه أنه في شوية عنصر نسائي راح يمثل، فهذا اللي أعجبني. ريماس منصور اليوم الحالة عندها مرتفعة جدا، مبسوطة كثير في وجودها ويتمثل عنصر نسائي اليوم في المسرح. مجموعة كبيرة شفناها من الأسماء، عشنا معهم يعني أجواء كواليس المسرح. أسماء كبيرة، واضح أن المسرحية رهيبة جدا جدا. أسماء كبيرة وبعض منها أسماء شابة اليوم، ريماس وهبة وحبيب الحبيب وغيرهم. الجو جو حماس، واضح انهم متحمسين لعودة المسرح. وايضا الروح الحلوه الموجوده في جميع فريق العمل، عندهم سعه صدر واسعه الصراحه. يعني استقبلونا وخصونا بهذا اللقاء الاكثر من رائع، انبسطنا معاهم، حسينا ان احنا واحد من فريق العمل. ما حسينا بالوقت معهم. صدق عادي محمد، واحنا جالسين نعيش الجو بينهم. شعرت انه ما في يعني صراحه، قبل ما اجي توقعت ان الجو شوي، عرفت كيف ترى يا ناصر القصبي؟ حلو. من الطف اللقاءات اللي مرت فيها، حسيت اني انا فعلا قاعد اسولف معه قدام الكاميرا. ما احس اني ما تقدر قدامك ناصر القصبي تقدر تضحك على طول، لا شعوريا يعني. ما تقدر تكلمه حتى لو سؤال جاد يعني. حتى لو السؤال جاد فعلا تحاول انك تقوله بلطافه. طبعا احنا اليوم في جامعه نوره، انتم عارفين الشيء هذا اكيد، انكم جايين عارفين المكان عاد وين يعني. برضو في هذا المكان يعني يضم مره خفه الدم عاليه اليوم. جامعه نوره اليوم تضم مجموعه من الفعاليات، من ضمن فعاليات موسم الرياض. اتوقع انه في فعاليه ثانيه اللي فعاليه عالميه، هي يعني بتكون موسيقيه مع مسرحيه. حلو صراحه. برودواي للرياض، تخيل. الله ما شاء الله. واضح انه عندنا عشاق يعني. اتذكر في العلا لما جاياني هو موسيقى بس ما في كلمات، توقعت ما بيجي احد. واضح ان العالم تحب الموسيقى، تحب ايضا المسرح، تحب ايضا الروايات. خلينا نقول انه اليوم اللي شفناه شيء يثلج الصدر، وقدرنا يعني شيء. ليش انا مبسوط اليوم؟ لانه قدرنا نخلي الجماعه يطلعون بطريقتهم الطبيعيه. بالضبط. دائما اقول محمد وخلف ان المسرح والموسيقى والاشياء التفاعليه مع الجمهور تصل دائما الى الشخص. ابي اعلق على النقطه ذي نرجس تحديدا. انا سالت خلف الحربي مؤلف المسرحيه، قلت له انت اسمي خلف. وانا اقول اذا انا دخلت خلف الخلف، قال لي خلف الحرب معليش انا ببالي خلف. فتناقشت معه على موضوع انت عندك رساله كمؤلف، صحيح ايصالك للرساله عن طريق الدراما او عن طريق المسرح، وش الافضل؟ قال لي عن طريق المسرح، انت تتصل بالجمهور بطريقه مباشره. راح تكون الروح عاليه في داخل المكان. برضو وجود النجم في داخل على خشبة المسرح ممكن أنه يعبر بأي طريقة سهلة ولطيفة جدا بطريقة مباشرة، والمشاهد عنده في نفس المكان. فبتكون إيصال الرسالة بطريقة مباشرة وألطف كثير من بالضبط. يقدر يمرر رسالة بطريقة صحيحة، فيها ارتجالية وفيها عفوية سهلة. أكثر. أقول لكم شيء، أنتم بديتوا صح؟ صح. شايكم أختم؟ يلا نختم. شوفكم على خير. مع ودي أني أختم. شوفكم على خير. شكراً.